أزول، زي ما تعرفوا عندنا مجموعة من الابليكيشن على الاندرويد او على التليفونات الذكية او سمارت فونز. مجموعة الابليكيشن هذه عبارة عن قواميس، ومستقبلا حتكون في برامج تانية. اليوم بنعرض عليكم برنامجنا المعجم الامازيغي العربي او العربي الامازيغي، لانه من الجهتين، وبنوريكم طريقة عمله وباختصار شديد جدا. الحقيقة اللي يعرف اللغة الفرنسية حيشوف أن نفس الأشياء أو الوظائف الموجودة في القاموس الفرنسي موجودة في القاموس الأمازيغي العربي. نبدو بشعل التليفون، وعلى فكرة مش لازم يكون التليفون بتاعكم نفس التليفون اللي معاي، أي تليفون يحمل سيستم أندرويد فيه قديم ولا جديد من المفترض أنه هو يشتغل معاه هذا المعجم، لأن كل الوظائف اللي فيه عرض وطلب وظائف بسيطة جدا. نبدأ في اختيار البرنامج اللي تكلمنا عنه، معجم العربي الأمازيغي أو الأمازيغي العربي. عندنا هنا خيارين، خيار الدخول بالأمازيغية أو الدخول بالعربية. الدخول بالأمازيغية يعني أنك تبحث عن كلمة أمازيغية وتعرف مع وتريد أن تعرف معناها بالعربي، أو أنك تعرف كلمة عربية وتريد معناها بالأمازيغية. لنفترض أن عندنا كلمة نعرفها بالأمازيغية ونريد أن نعرف معناها بالعربية. هنا يبدأ لنا بالترتيب الألفبائي للكلمات الأمازيغية، بحيث يمكننا التصفح المعجم كاملا من أوله إلى آخره، من حرف الألف إلى حرف الزين المفخمة اللي هو يا إلى ياز. هنا توجد على اليمين كل هذه الحروف أجماي أو حروف الهجاء التفنها، كلها موجودة هنا على اليمين. لنفترض أن نريد أن ننطلق إلى حرف الكاف، يأخذنا مباشرة إلى الكاف، ياك يا مباشرة، كا بمعنى فقط أو فحسب بالأمازيغية. إذا أراد الإنسان أن هو يتحول من الأمازيغية إلى العربية مرة أخرى، ما يحتاج إلى يرجع إلى البرنامج من البداية، فقط يضغط على العلم ليحول إلى العربية. وتجدون هنا ترتيب الألفبائي العربي على اليمين، كل حروف الهجاء العربية ألف باء كلها مرتبة ترتيبا متناسقا على اليمين كما ترون. لنفترض أن نريد أن نبدأ بحرف السين مباشرة، نفس الشيء اللي وقع قبل قليل يقع هنا في المعجم العربي. لنعود مثلا إلى الأمازيغية، ونفترض أننا نريد أن نبحث عن كلمة معينة بحروف التفينار. هذا طبعا الناس دائما يسألوا عن هذه الكيبورد في البرنامج. هذه الكيبورد موجودة في جوجل بلاي، لا تجدونها فقط في لا تجدونها مع البرنامج مباشرة. يمكن البحث هنا، كما ذكرنا هناك كلمات أمازيغية كثيرة ما يعرفوها العرب، فلنفترض مثلا أن الإنسان يبحث عن كلمة أغروم. أغروم بمعنى الخبز، وهي معروفة عند الكثير من إخواننا المتحدثين العربية، فنجد هذه الكلمة موجودة في عدة تكوينات وعدة تركيبات لهذه الكلمة، فقط ليس الكلمة مباشرة بمعنى الخبز، وكذلك تعني أغروم ومعها كلمة أخرى، فقط خيارات كثيرة من الكلمة. الآن الجديد في هذا هو أن الإنسان لو ما يعرفش التفينار يمكنه أن يبحث بالحروف العربية، بمعنى يكتب الكلمة الأمازيغية بالحرف العربي. أغروم، أو عفوا لنمسح ما هو موجود الآن ونبدأ من جديد، نقول أغروم ونبحث عنها. نحن كتبنا الأمازيغية بالحرف العربي وطلع نفس النتيجة، ألف غاء راء واو ميم. الآن تبقى الإشكالية هي بعض الحروف الأمازيغية اللي مش موجودة في العربية. أرجوكم انتبهوا إلى أن إي في الأمازيغية تكتب ياء وفوقها همزة، اللي هي ياء وفوقها همزة زي ما قلنا. نفترض نفتحت عن إيزم ونشوف وش معناها بالأمازيغية، تطلعنا مباشرة بمعنى الأسد. لنفترض أننا نحن مثلا نبحث عن أوسم بمعنى البرق، واو وفوقها همزة، ما تنسوش تكتب واو، أو هي واو فوقها همزة، وتبحث عنها تجدها مباشرة أسم بمعنى البرق أو الوميض. كذلك فيه عن الجاء اللي هي فوقها شرطة بمعنى جاء، زي قمر أو غيرها اللي يكتبها بمصر، الجيم المصرية. والزين المفخمة اللي هي نقول احنا الليبيين زبطوا زنزور وزليطا وغيرها من الكلمات. إذن هذه هي الطريقة بالبحث في القسم الأمازيغي، إما بالتفينار مباشرة أو بالحروف العربية فقط لتقريب حروف التفينار. الآن نفترض أننا نبحث في العربية، الأمر مختلف بالعربية، بسهولة تبحث عن الكلمة، غالبا ترجع إلى الماضي، ذهب أكل وإلى آخره. ولكن الجديد هنا مثلا نفترض نبحث عن المسرح، البرنامج حقيقة يلغي الألف والماء اللام ليبحث من غير ألف ولام، لو موجودة مش مشكلة، لو مش موجودة فحيسهل عملية البحث.
المسرح كما تشوفوها أنتم الآن. البحث بالمعنى هنا الأمر يختلف. البحث بالمعنى يكون أوسع. الندى مثلا، عفوا، الندى تكون غالبا تكون من غير همزة، من غير ياء، من غير نقطتين عفوا، ونبحث الندى. الندى نلقوها هنا على اليمين، ولكن نلقوها كذلك ما بين قوسين. المعنى هي ما وجد ما بين قوسين في الكلمة. أملح الندى، الأملح الندى، هنا أملح المدخل الكلمة، ولكن وجدت الندى ما بين قوسين فهني دارتها. لو شوفوا الطول متاع المسافة والمجموعة الكلمات اللي موجودة فيها كلمة ندى، لو شفنا بس الندى في كلمة بس حتكون الخيارات أقل بكثير. إذا الفكرة من البحث هنا هي البحث في معاني الكلمات بمعنى ما موجود ما هو موجود ما بين القوسين أكثر من الكلمة نفسها، بس قضية اختصار وكذا. لو أعجبتنا كلمة معينة ممكن إضافتها إلى المفضلة، سمياف ولا فضل، يمكن كذلك إرسالها إلى صديق. هنا الإرسال يكون عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميل أو عن طريق أي شيء تريدون البعث به. يبقى المفضلة طبعا هنا، المفضلة نضع فيها الكلمات اللي نحتاجها لو عندنا نقاش، لو عندنا بحث معين أو درس أو نحتاجها يعني بطريقة أو بأخرى، فيمكن إضافة الكلمات اللي احنا في حاجة إليها. لما خلاص الكلمة عشان نحتاجوها يمكن مسحها كما تلاحظوا هنا امتسحت. عندنا كذلك وظيفة أخرى، وظيفة كلمة اليوم. الكلمة هذه تتبدل دائما، عفوا تتبدل كل يوم، ولكن لو ما عجبتناش في نفس اليوم ممكن إعادة تغيير الكلمة إلى ما لا نهاية حتى نجد الكلمة اللي هي تعجبنا. الغرض من هذا القسم هو الإضافة إلى معجمكم وإغناء وإثراء المعجم العربي الأمازيغي لديكم. إذا هذا هو المعجم باختصار. هناك وظيفة أخيرة وهي وظيفة التغييرات. في بعض الناس يحبوا يغيروا على أذواقهم ألوان الحروف، أشكالها، أحجامها، فهذا أضفنا لكم شيء اسمها preference، يمكن الوصول إليه ببساطة، ويمكن تغيير الحجم، اللون، الشكل وإلى آخره. زي ما شفتوا البرنامج هذا بسيط. نتمنى أن احنا زي ما قلنا في بداية الحلقة نضيفوا برامج كثيرة جدا كتصاريف الأفعال وبرامج متعددة تخدم وتكون في جيبكم، بدل ما إنسان يحمل مجلدات كثيرة من الكتب تكون هذه الوظائف كلها في جيبها باللغة العربية والأمازيغية لمن يريد تعلم الأمازيغية والأمازيغ اللي هم يبوا يحسنوا المعجم الأمازيغي في لسانهم والآخرهم، كذلك للطلبة وغيرها. هذه الهدف الأساسي منها. أرجوكم حطوا في انتباهكم أن هذا المعجم إلكتروني، بمعنى أن أي نصيحة منكم، أي شيء تقدموه لنا حيساعدنا بدرجة كبيرة جدا، بحيث أن احنا نقدروا نضيفه في الوظائف متاع المعجم هذا. بمعنى أي حاجة تضيفوها لنا احنا حنضيفوها للقاموس لو رأيناها تتطابق مع المعايير اللغوية للغة الأمازيغية أو اللغة العربية، ونحطها في القاموس بإذن الله عز وجل. الحاجة الثانية، أرجوكم بالنسبة للمعجم تاعنا كان أعجبكم وكان رأيتنا فيه فايدة، ديروا عليه لايك، هذا بدرجة أولى. ديروا عليه عدد النجوم اللي انتم تشوفوا فيها. الدرجة الثالثة اللي هي الكومنت. علاش؟ كل ما تضيفوا التعليقات متاعكم أو تضيفوا عدد النجوم، كل ما يرتقي المعجم تاعنا داخل سوق الماركت متاع جوجل أو في المحلات الثانية، وكل ما يرتقي كل ما يستقبلوه الناس وكل ما يستفيدوا منه الناس. شكرا لكم.